يوصفك ليه انا ليك فيه مش لا لو كلام يوصف لك حب انا ليك ايه لا لو اقول كلام يقول اقول لك ايه ولا ايه لكن اتمنيت كل ما انا حبيت بيك اول احساس حبيت معاك لقيت روحي فيك مش لاقي كلام يوصف لك حب انا ليك قد ايه انا لو اقول كلامي طول فقط ايه ولا ايه عبد السلام على ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير. وبقول لكم حاجه بقى. انا دايما انا النهارده عمالين بنتكلم على الاعتذار. فلو انت هتعتذر لنفسك هتعتذر لنفسك على ايه؟ عارف اعتذر المهم انا كمان اضربك لا بجد قلت لك ايه الاعتذار وكده فبيقول لك انه الثقه بالنفس انذار لان دي دخل عارفين التاكلينج هنا بقى ايه مجموعه التبديلات اهو كباتن لسه بنتكلم ونقول عليها بينزل مين بقى بينزل 21 احمد نادر حواش وزعزع ايه رايك يا كابتن طارق؟ لا ما انت برضو عرفت ان انت ما مش سهل لا هو برضو ما انت متفرج عليهم مره واثنين وثلاثه طبعا عارف هي رايحه فين ودي بدا ينزل بلال مظهر هو بلال مظهر كان اسامه وزي ما انت بتقول ميسي حواش وزعزع وفي 19 ده مين؟ علي زعزع زعزع ثلاث تغييرات هم اربعه باين مش ثلاثه ما هو بيخرج كمان الشمال وبينزل حمد دايما بيعملها بيخرج الجزيل وهذا
صلاة وسلام عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الابتهالات والنجاحات النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ سلام